أنا آسف، مش هعمل كده تاني. ما هو يا ابني ساعتها هناك واحنا هناك مفيش أصلا تاني، هي خلصت مفيش تاني ده هنا. هتقول له ايه يا رب؟ يعني هتقول له اخر سيجارة؟ ما خلاص مفيش سجاير. هتقول له مش هبص تاني؟ مفيش تاني. هتقول له هقوم اصلي الفجر؟ الصلاة خلصت سفينيه، مفيش صلاة، مفيش اذان. طب المتبرجات مش هيعدوا؟ طب ورمضان مش هيجي؟ خلصت، خلينا مفيش صيام. طب والحج مفيش. طب وفلوس الربا؟ ما فيش، كله حلال. طب هتعمل ايه ساعتها؟ ما خلاص، ما انت خدت فرصتك. لما تفهم هذا الموقف حين تخلو بمعصية الله عز وجل، تخاف ان تقف امام الله عز وجل ويعاتبك او يناقشك في اعمالك. سيتقطع لحم وجه الإنسان إن لامه الله عز وجل ولن يجيب. مفهاش، مفيش، أصل الدنيا خدتني. الدنيا كلها فين يوميها؟ في النار. تاخدك وتنزل بيك ترضى؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طيب العكس بقى، الناحية التانية، اللي طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى.